هذا وتتواصل الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين، حيث أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من أخذ التطعيم المضاد للفيروس في مملكة البحرين حتى مساء يوم أمس الإثنين قد بلغ مائة واثنين وسبعين الفاً وتسعمائة واثني عشر شخصا. وجددت وزاره الصحه دعوتها لجميع افراد المجتمع بالالتزام بالاجراءات الوقائيه والمبادره بالتسجيل لاخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا